ابشر بالعلوم الطيبه ان شاء الله. فيه قصيده بعد يلحق فيها الخال. ها سلام. ولا شك ان تعريب النسب إيه قبل يقول من لا يعرف حجره في الذويبي من ضمن قصيده طويله، من لا يعرف منسبه قبل منشبه راحت عليه الملزمات بلاش. يا سلام. إيه نعم. ويقول الشمالي عرب وليدك عربه في اللي عريب انساسها، وفي الحرايب جربه والنار من مقباسها، وبنت الرذيله تقربه له طويل الراس. يا سلام يا ابو علي، حتى لو هي زينه انت كلام عمرك. اي نعم. خضراء الدمن. الله الله. فيقول ذاك طال عمرك لقل ما بيديك فاصبر، فربما يجيك خير وينفتح لك باب، رزق الفتى ما بين يوم وليله، والرزق عند الله بلوح كتاب. سبحان. تحرص على بنت الرجال وضمها، بنت الشجاع مع الربال انساب، ما هو بدفع المال فيها خساره، ترى الخطا في المرجله الصواب، وبنت الرديه ولدها سملك طير البحر باللون والمخلاب، طوال كراعينه وعجل مطيره، وافهم ترى خال الصبي جذاب، ترى كل طير صيدته قدر همته، الحر حر والغراب غراب، الحر مضرابه يعرفونها العرب، يجي الكفه في اللحم مضراب، والذيب فنها الذيب لو صار مفرد، يجر العوى حتى يجيه ذياب، رجل بلا ربع صبور على الخطا، لا صار محله طوال شنا. يا سلام. يا سلام. يا سلام. سلمت ابو علي. ابو علي بطلع بكم شوية عن الموضوع هذا، هو مجلسنا ترى مجلس مثل مجلس أي واحد منكم، يعني تدرج فيه السوالف والعلوم. وين كان طفولة أبو علي؟ طفولة مسقط الرأس. أبو علي مسقط الرأس طال عمرك ما بين محافظة تثليث إلى محافظة لمواح.